بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسك ما أنت وحكس أبسي سيئة التصبيح وحانا ندورتي بشان رمضان ما دام اللي قتشره هي عالم الإسلام ما أنت وحك صعدة دراديد به إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحكت المام يكل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نفد ما انتهت قريبا يدد من بإلهي سبحانه وتعالى ونلشان ينكترنه أدي قرار دي يهدي معانتي أدي أدكتي يهدي فضدهي هذا دب كولم مغطي هذا دل دل كولم مغطبا إلهي وحلي الجيرة كذا ما يسه وحنا ندكوي تحامي يا بايل هيلي بالشر والخير شرك إيا خير كلا بدا بوايد كوي تحامي يا بايل لي سبحانه وتعالى خير والغوي تحامي ونمعية برادة الغوي تحامي سيدي النبي سليمان بالغوي تحامي وهو لما امتحان دقار كود إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي وتلمامي إلا أود البضي متكوين امتحان كوينين اللي قليه وإلهي سبحانه وتعالى قليه وكقول استدمتنا نعم العبد إنه أواب لك سفي لبي امتحان بالقوة اتحامي سيدان بيك لو بذن قرآن كإلهي كقور رمي قار لدي قار بكودي قار لحدي قار لعيمدي قار دلك لغا ساري قار دبل قردي مشاكل ودن بايلا هيك ورما هذا مشكلات كان يتصبيح دان عنوان كاكدك تيم حكا دحايا وحكا دحايا إنسان كو سيدي سبا دبتا إلهي سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إن قال لنا فرين ندادال له لكن مركا ندادال كان لن نمادنه وحال لنا فرين إن إلهي تلا صارنه وحكا لو إنتا كدن بيسا قفكو وحو مسؤول كي إنتا وديسا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها هدنا أدقو أن مسؤولية بقبن أياد عرقم يواي مرك هذا ركتم مسلم عنا الله هيو يددنا مسلمين ولا بابيي دمر يا عرور لا ترتري دد جواردي لا دول مريي قار دايرة دا لغو قراعي قار كاريا لا دول بوتسيي قار نابا لغو ردي وحكست مرك هذا ركتو نفط ضيقة بيدري مسايا عريدي هدي مسلمين ما ينون كوكو حرسانتي qofku inuu psychological u dhiboodaana waa dhib dhibabka kamid ah laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala tiriyaaq iyo dawo inaga siiyay la isku daweeyo dadka sayn badan ay hilmaameen ilaahay nabiyullaahi muhammad alayhi salaatu wa salaam markii la beeniyay ee rabbigii wax laga sheegay ee isaga lagu jeesjeesay ee dhib oo dhan loo geystay إلهي سبحانه وتعالى وحو سودجيي دو قرآنك كتالا قصص قرآنك كيا لنا إلهي وينوغا ورمي ويغنى نفس الدواء ترياقي لغو الدوين يي عديري غاية لبتاسيا
إلهي نبي الله محمد وحوت المامي فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون. هذا حق الشيخ بال ليري أنا كاكف لم كون ديل ديلية كو إلهي غيرك عابد يدين لا أنت وبحي لكن هدنا إلهي وحوت المامي سقو انتي سار ريد بركي ليدي شاقو حكى الله تلمامي نبكلو دريم يا هدرين يشرتو ولقد نعلم انك يضيق صدرك با الهي وحن اقنا هي با الهي دين لابتو كعرير يوم يسو وصانا لابتو عرير يوبين يدو ذو القربة ينتي وقود ويدا يتاهين تلوغة تاقلايهم حاد يالي لهي هذه دتك قفك كوجود وين تكتب قاله هل كاد استكتب وده هذا وبنتي كيرانا هذا رواه نبي محمد هذا كيرما دب السعودي أبي لهب وهل كوا استاجب له وبنتي وحشري وحبك ما تشيران ما هين لبني يقول النبي عليه الصلاة والسلام على الرميسن حتى وحلو ديدي إن وحشري كره وحلا قارسي حد بلشد الله قد دعيين والين يهي يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون إلى هذان طفيل بن عمر وينو قرأينا إنو دقاء صوف رأيستي إساقو الله قد دعيين إنك لوالي موح سحره ضماد وينو قرأينا إنو نبي قبو يمو يدي وروح الله حقا والي أكو هيسيان كدوي ريح دان طفائي وحبان أخرياي عديدي قو النبي قدريم عليه الصلاة والسلام من تول لغي دنك قال إلهي والعاصي يسنم العبد يا رب السماوات والأرض اللي قالوا بينا وتغني لعلك باخع نفسك إلهي كولي نفتاد عديدي قال نيسا ما هلا قيسا إن رمين وإيانا الله سبحانه وتعالى درادي هذا با إلهي داوسي وحاصحنون اللابتسك كما يرى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون إلهي وحوري فصبح بحمد ربك فصبح بحمد ربك وكن من الساجدين إلهي سبحانه وتعالى التصبيح سالي لأديقو كله هيا أما سيكون مريا ما هدنق إلهي سبحانه وتعالى التصبيح معناه في اللغة التنزيه أو الإبعاد بين هذا وفقين أدو إلهي عيب إيحما كديرين يبال إليه سبحانه وتعالى إلهي تصبيح دو وإلهي وحي وعنت من وحي النقائسة وحي اللي دشي عن ربي صفات كساهين وإلهي أتكن زهده حمد قنوة عكس قيده وأمانتي يا إلهي أفعاشي سي أسمادي سوناكسنا دو قم حديثه واتكو أمانته هو الثناء إذن ونفي إثبات وضع الصعودة وسلبي إيجاب وإلهي سبحانه وتعالى هداد حمكر رئيسه وناقنا أضن نسبيسه واتكا كور ديدبا إلهي إلهي سبحانه وتعالى وحي داوكا قطه يضيق الصدرك كوهيسته الله بعديدك وكن من الساجدين فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فصبح وأدبار السجود إلهي وحن نبي سكوي للصبر وحيكو هضل أيامك صبر وصبح بحمد ربكنا إلهي سبحانه وتعالى وتصبيح سو بل إلهي سبحانه وتعالى وحو قرآنك كبر النبي عليه الصلاة والسلام يا نقبة رضا النفس هي التسبيح دون ولا الصعدان في سورة طه إلهي محولي فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فصبح وأطراف النهار لعلك ترضى أي كي ترضى بإله إلهي سبحانه وتعالى تسبيح لك عليه أدقوا كمرا يا إلهي حمدك قرماد لا إيمانسة قبل طلوع الشمس أي قبل الشروق وقبل الغروب وأناء الليل وأول النهار وآخره أنت بتصبح لك علي بالليل وأقول أنت أنه برين تصبح سوء
قبل كوين تانو دعين تصبيح سو هبين كبرت كيسة تصبيح سو مال انت اللي بدأ دعال تصبيح سو تصبيح دا إيه حمدك هداد وضب إلهي إليه سبحانه وتعالى محد قاريسة لعلك ترضى أي كي ترضى مفسرين تبرد بهالكم كفسرة صلوات كان لوجه دا لكن علماء حين والصلاة هي تصبيح صلاة دلفت دا تصبيحة في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يصبح له فيها بالغدو ولا صلب إلى كتل مام يصبح دا وحي مفسرين تذكر رعسيين إن ايتهاي محي صلاة دي أمسه دي صلاة دا وحيابه وقوين اللقبطاء وقفك مصلق وسميا وتصبيح يتحميد والنبي عليه الصلاة والسلام معاوية بن الحكم ننكي صلاة دا كل حد لي هذا بيتنا صحابة وما أكتي عمر كي دم النبي قوي يده وحبره يبي حكوي يدي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ولذلك في علماء واحد هذا تضرب ما يلود الصلاة كم دال التسبيح صدا صلاة افتتاح وتسبيح سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وافتتاحة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وافتتاح لبعض يعني استفتاح الغسمة هي صلاة وتكبيرا وتصبيح إله سبحانه وتعالى لولي ما دو ركوع هي سجود ندوى تصبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ذي يعني إم نوع التصبيح صار ري مركل الركوع سي مركل الركوع سينا كذلك سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك يعني إم نوع صار ري ركوع هي سجود هي نوع تصبيح هي تحميد هذا القرآن أخرده أو آية تصبيح سوى مرتنا ولا تصبيح صدا أنت تسلا دك وجرت قف كان فاتحة قرنا إن محص ما يني يسنا تصبيح سال يدي مكان الفاتحة هي نوى تصبيح مركة صلاة أدبار سجودنا أما مركة صلاة كب حضنا هي نوى تصبيح سال يدي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإن جانا مركة صلاة كب حنو انت صاح هذا انت هذا بدرنا وتحميد وحمد له فاتح هذا لغو بلا باب الحمد يا ركوع ده حمد الله صعته سمع الله لمن حمده حمد له سجود حمد الله صعته انت كلنا وتحميد يعني صلاته وسبحان الله وبحمده فعله ولذلك بان النبي قال اله سبحانه وتعالى وحوت الماميه وها عريده استوحوا كقبح يا اين ايتهي فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى وحي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كينو قور رمية نبي أن بيد إلهي كمده وعديري قلي مال أذك دعي وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نبي بدك دعي وبدأ قرآن لو دين كلون لقي وعلال كلون كسيشرة انتو بدقر قومي داد بياها مسكد حسابين سوى للرجات قبطاية كلون علوشي كتشرة أي إلهي كورمي سبحانه وتعالى ميشا محكا عديني بدن حكا ورور بضن إن أدبط كل عضو وقال لعس كذا لحين وهدنا نمري كل قه وهذا علو النمري قشو ميش أما دو مركا وقالو إلهي وحلي فنادى في ظلمات مقدية دا حدود وكان واقعي محوق واقعي أنت ومفسر دي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وحوق واقعي لا إله إلا أنت سبحانك
إني كنت من الظالمين. إلهي وادقا كليل وعابدا سبحانك عمك أفنان تاد عبك فقان تاب لي وحط الماما إياه أعماشي سسمية وحن كرت بمين أينان إلهي مرنا بيسك الظلمين. إلهي لست بظلام للعبيد بولي بل إيه إني كنت من الظالمين. إلهي سبحانه وتعالى دبتنا في سورة الصافات في سورة الصاد صافات صاد إلهي وحين أوشاك إنه كبد بادي سببت أدرادي فلولا أنه كان من المصبحين بإلهي فلولا أنه كان من المصبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هديلي أنو كم دهان لهين بإلهي لي قوة تصبيح صدا مفسرين تبروح إليه قوة تصبيح صدا وحلوغة جيدا في بطن الحوت قوة تصبيح صدا مفسرين تبروح إليه أيام كان في الرخاء مركو برواقة كتشري كان يذكر الله يعني في الرخاء دبتنا في شدة إلهي حسي سبحانه وتعالى لبدا تفسير لبدا تفسير بنواصح هديان كم دهان لهين با إلهي لي قوة تصبيح صدا للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وحكتشري لها هالكاسي إلهي أنت لغا صبحين يا رب إلهي سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحبة ترياقة أما الدواء دبتا إعديدي قلابة دي عرض لغا قبحو يعيلك لك قبحة عموما وإلهي ذكر يمر قهري ألا بذكر الله تطمئن القلوب وحا قرآن كسيت المامة مركا سيذكر تقار كم ده ذكر إلهي سيت المامة وهي التصبيح إذا مررك قارك وضعي علماء كفصيران الذكر كله هنا التصبيح يهي إلهي سبحانه وتعالى وحتى المامة مركا سيداو وإنوت بل إيه عكسي نوى كداو آدنه مرق حوق يحول يوحلنا ينكبر كوقا هذا كبر كان وكدوا مركه هل ين النبي محمد عليه الصلاة والسلام مركي ونصر جاي جوش ينمعض هلينا يده لازم بالوير. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا مركه دركته إلهي قوشي سوين يكوتمي يفرشض يكوتمي وهذا ركتدت كو الدين تسوق ليه ما حي السماي با إلهي لي فصبح بحمد ربك واستغفره آدنه مركا يقول استوي كبران دبتنا واحد هو ما لنتي حرية ده وما لنتي حوق الله صابن ده وما لنتي ضد كورد مسوي ما ده وما لنتي ما دحض خطوة ده يسوى ما دحض هذا شهر ده من ما حيكو هذا شهر وقول يسني وحوق يسني ويقاس شهر مال ما حرية ده يا مال ما استغلال كي يا مال ما الله شيء قدرن آدنه يسقى الشجع إلى هاي ستاين ما أمرن إلى هاي وحين أمره هداد حصة إنسان مرك أدرن تدني عمدة الله سبحانه وتعالى يا تقول يسته يا عدو قا كاردعه إلى هاي كاريبه يا مبدأ وفافه يا تذكر رأي قا قاتي دين الله صقله أنا أبا المركز يا شكر قيد وحويا بإلهي لي فصبح بحمد ربك واستغفره ما أنت أنا إلهي أم بالله شيغا ما أنت دبت لغوشيرنا إلهي أم بالله حصايا الله شيغا ما أنت برادها لغوشيرنا إلهي أم بالله حصايا الله شيغا تجدد النعمة ولا سجود ولا شكر إلهي أم بالله حصا سجود ونوع من الشكر ونوع من التصبيح وفق بركو سجود معيد هذا سبحان الله بوديره هذا مركز سجود الصوت الله ما يراده سبحان ربي الأعلى بالله يراده نعم كم مركز شوفه ده دوك الله ديجا إذن إلهي وحينا تلمام يا سبحانه وتعالى عافمات كآدنه إنه كتر إلهي شيك شيك جيسة يا أمان تيسة إنه كتر عافمات كبن آدم هدي عليلي أدلك ولنته عليلي وهذا عيل بن آدم كبضي أما هالنقطة مصائب كلوك وجهب ستي سدتا ذنوب توكر دلتا يا عماشة سمايسو
sida mushkiladka qadarta la kulantay nabi yunus oo kale ama nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam wixii ay badeen qureyshi labadaba waxaa la yidhi fasabbix bixamdi rabbik ilaahay uu tasbiixsa subxaana watacaala ayaha laxiba waxaad ogaataa inaynu ku dhex noolahay kawn dhan oo ilaahay u tasbiixsanaya kawn dhan oo dhawaqa ka yeedhaya uu yahay tasbiix dhawaqa qudhe khilaafsani waa ka aadanaha iyo jinka saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyay wayusabbixu racdu bixamdi onkadkaad maqlaysaan ilaahay buu u tasbiixsanayaa isagoo ilaahay ku dheehaya xamdiga rabbi subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamay wasakharnaa maca daawuud aljibaala yusabbixna waatayr ilaahay wuxuu inooga warramaya nebi daawuud oo shimbiro iyo buuro la tasbiixsanayeen bale qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa alkaa'inaatu kullaha inay tasbiixsanayaan waxa jooga oo dhammi inay tasbiixsanayaan alam tara bale ilaahay wuxuu leeyay tusabbixu lahu samaawaatu sabcu walardu waman fiihin wain min shayin laa yusabbixu bixamdih walakin laa tafqahuuna tasbiixahum innahu kaana xaliiman ghafuura samaawaadka toddobada iyo dhulka iyo waman fiihinna baa ilaahay yidhi waa universka oo dhan kownka dhammaantii wain min shayin baa ilaahay yidhi waxbaba shay ma jiro ilaa yusabbixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum dhammaantood ilaahay bay u tasbiixsanayaan ee idinkuunbaan fahmaynin siday u tasbiixsanayaan baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala waayo ilaahay wuxuu inoo sheegay kaa'in kastaaba ama jiro kastaaba jiritaan kastaaba qaab gaara uu isagu u tasbiixsado ilaahay uula xidhiidha inuu leeyahay alam tara ana allaha yusabbixu lahu man fi samaawaati waalardi waaltayru saafaatin kullun qad calima salaatahu wa tasbiixa wallahu caliimun bima yafcaluun miyaanad arkayn nin baa ilaahay leeyay miyaad ogeyn in cirka iyo dhulka waxa joogaaba ilaahay u tasbiixsanayaan iyo shimbirahan baalasha kala fidinaya inay rabbigood u tasbiixsanayaan ilaahay baa wuxuu ogyahay kullun qad calima salaatahu wa tasbiixa wallahu caliimun bima yafcaluun idan ayuha laxiba bale mararka qaarkood ayaa ilaahay ina maqashiya kaa'inaadka kale tasbiixdooda waka xadiidka bukhaari ku yaala ibnu mascuud uu leeyahay walaqad kunnaa nasmacu tasbiixa aطacaami wahuwa yu'kal nabiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo lala fadhiyo cunno la cunayo ayuu ibnu mascuud wuxuu leeyay cunnadii aanu cunaynay baanu maqlayno subxaana allahda leh iyadoo la cunayay tasbiixsanaysay buu leeyay cunnadu waa min mucjizaati rasuuli illaahi sala allahu calayh waalihi wasalam bal abu dhar alghifaariy radia allahu canhu waardaa baa wuxuu leeyahay xadiidka tabrani warinaya sheekh alalbanina saxiixa ku tilmaamay ibnulxajar alcasqalani uu leeyay rijaalkiisao dhamma waathiqaat innii shaahidun cinda annabiyi sala allahu calayh waalih wasalam fii xalqa goob baan la fadhiyey buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam uu gacanta ku haya buu yidhi xasa qururux buu gacanta nebigu ku hayay calayhi salaatu wasalaam qururuxii gacanta nebiga ku jiray ayaa tasbiixsanayay buu yidhi dadka meesha fadhiya waxaa ka mid a buu leeyahay abubakar iyo cumar iyo cali iyo cuhmaan baa ka mid a buu tilmaamaya dadkoo dhammi way maqlayeen qururuxaasi tasbiixsanaya dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam qururuxii gacantiisa ku jiray dhagxantii yaryarayd ee gacantiisa ku jirtay oo subxaana allah leh ayuu abibakar u dhiibay abibakar markii loo dhiibayna tasbiixdii way socotay sidii bay u tasbiixsadeen dabeetana abibakar nebigu ku soo celiyay iyadoo tasbiixsanaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhiibay haddana cumar cumarna gacantiisa markii loo dhiibay way tasbiixsanaysa abi dhar wuxuu mar kasta tilmaamayaa dhammaanta inay tasbiixdaa weli waa maqlaynaa yacni tii hore qura maa hataanu maqlaynay buu leeyahay markay abibakar gacantiisa ku tasbiixsanaysana waa maqlaynaa markay cumar ku tasbiixsanaysa gacantiisana waa maqlaynaa haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam markii lagu soo celiyey ayuu cuhmaan iyo cali u dhiibay labadabana gacantooda ayay ku tasbiixsatay uma dafacahunna ilayna buu yidhi annagaa markii dambenana loo dhiibay falam yusabbixna maca axadin minna buu yidhi qolyahayagii kale midna lamay tasbiixsanin nebi maxamed
يا فرتا صحابي وما له علماء بدأي قالوا سنة قاركود بأود دليشة دا مسائل كخلافة دا حديث كنين قصتو كدرو سيه أفرتا صحابي إيا النبي عليه الصلاة والسلام سعب كودة أي قوة التصبيح صدق إذن مخلوقات كقار بين التسبيح دا مغلي كرناه وإلهي مركو دونا إنا مغشي بلا أبو هريرة حديث الصحيحين كوية اللي ورين يواك له نبي عليه الصلاة والسلام باو حكا ورمي النبي نبي يذا كم دا قرآن شقرين تي ودبتنا أمري بول كي قرآن شدي ما يشدني لقبه وإلهي كو وحيو دي مركاسي ما هل قرآن شاكو قنين تي دبتنا وحد الأكتي أمم من الأمم تصبح أمة أمم كإلهي كم دا تصبح سنة سمية هلكت يعني لولا واحدة هلا واحدة بلا إذا حبدك وغنيتون ما ديش هذا مدى نوردن أيها الأحبة تسبيح ذا هي تحميدا دراد أي تسبيح ذا تضرب الصورة ذا القرآن كم ذا قول بلعب ما صيغة فعل أمر هي فعل ماضي هي فعل مضارع هي مصدر هي أنت بنا وقصار أورين إلهي سبحانه وتعالى في سورة الحشر هي الصف لبدأ يضاد وقهر يد واسكمد سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم أي سورة الحشر نكون بلا بمطا سورة صف نكون بلا بمطا سورة الحديد ما في الأرض قم والأرض سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم سورة التغاب يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سورة الأعلى يدو فعل أمره سبح اسم ربك الأعلى سورة الإسراء يدو مستر سبحان الذي أسرى بعبده ليلة تضب الصورة ضد القرآن ككمدة أي إلهي التسبيح لين أقول بالعبيد سين لين أدري نسيه مهمة دادا شن كمدة نحمد لدى لين أقول بالعبيد الحمد لله رب العالمين يا نعم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض يا كهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب يا صبا يا محي فاطر شمس رضوض كمدة قرآن كان حمد لله لقب بلابي انت ميلودا كلايكو صار ارتينا ترمله إذن أيها الأحبة إلهي سبحانه وتعالى وحينا فري وينوط المامي التسبيح دا إيا وين داد بل إلهي أنبياء دي سوينوغا ورمي يا قرآن والنبي كمدي إلهي وتلمام يا وظيفة النبوة إن كم تهيب التصبيح يا وحوض البدين النبي اللي بعدين لقوا قال مين إن كم تهين التصبيح صدى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري محوض البدين وحاصرا كي نصبحك كثيرا ونذكرك كثيرا بولي إلهي وحن كادل بي بولي هارون إن النبي يقدكته walaalkay haaruun inaad nabi iga dhigto oo igu xoojisid oo arrinkay la wadaajisid waayo kay nusabbihaka kathiira wa nadhkuraka kathiira markay kaalmada dalbadeen fir'aawn loo direyna ilaahay muxuu ku yiri idhaba ila fir'auna innahu tagha maxaa fir'aawn markuu tagay la yiri wala taniya fi dhikri ba ilaahay yiri fir'aawn ka xoog badan leh يا أسكر يا عيدان يا وحك استباه استا أتقبا إلى هيري زاد كينو لكن وحويا ولا تنيا في ذكري هكنا وقنوا نيرا حسكيا سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله دي وحي اللمدة كوا هكنا وقنا با إله إلهي سبحانه وتعالى أيها الأحبة إلهي النبي يونس بن سيرس وشقنا وكقا ورمي نبي الله موسى إلهي كورمي يا مركي إن معادو عصبوناتي ربك مركو ويديستي انتو جعلاضي انو اركو إله انكو اركا لا يري إلهي سبحانه وتعالى وحو يري اركي كريم يسيبال هذا بورتان ايك هذا بورتو تاقناتو واسورتا قلدنا اينا دي اركتو بورتي بعد لا شيء فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك مركو ميرابي با إلهي سبحانه وتعالى وحقوب بلابي سبحانك تبت إليك إلهي وديك عيب كدير عيب يحما ديك كدير
وأكو توبت كان يبولي وأنا أول المؤمنين بانا نحي ككواد كرميين أنا دون خلقوا أرك كارين نبي الله زكريا مركو ضلبدين وآيد هلو إلهي ببري بري عجب قبطه كرامات كي مريان مركو أركي أي بري عجب قبطه إلهي ويدست ربيني وهن العظم مني واشتعل الرأس الشيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا إلهي ببري عجب لبري بريض بري يا ومحي وحن دون ذا كسر تقل هين بو إلهي وشيغانا يالك وحلي أدقى أكتادا وكسر تقل إلهي وانيغا مدحوا يا عداد وواقبوا بي وإسلام تيدي واقبوا دي ووحمد ليسو مركي هرنا عاقر بيه دئنا ووراعد يدو يرو عاقر والغي يبين السلادة ملا ديون ملا طابتا ويسكر دالي دومتا لكن حد كي بوارد أفتيبا ربي أيوك تلمام يا نبي سيدا مركو شاكتي إلهي وحيد وكسي إله هو آيدي يلبو يري وحل إذا آيدي وحويان صدح مع الموت بعد آم مصنان إيسا لكن ربي قاوض التصبيح سنة سواد حص إيسا آيد وتسبح ليري قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وصبح بالعشي والإبكار وصبح بالعشي والإبكار إلهي سبحانه وتعالى عيسى كورم يا نبي الله عيسى دبتنا وحلي عيسى وماذا يريدك أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله إلهي باولقين يوحي ورا لها قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إلهي سبحانه وتعالى نبي الله محمد بوحو والرمية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل بل قلي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحتى لا دواك انشت كيف سقان اندت كوي يري الراعيانة أنا قاية انتي الراع ضيبا وسبحان الله وما أنا من المشركين كل واقبال لي إلهي وحينا ورمي مخلوقات كأكتي سكد الدو ملايك تلا إلهي يشقد ودبينيت وإنا لنحن المصبحون بيلين وإنا لنحن المصبحون جملة اسمية لا أتكي أدوات التوكيد ليس قوكي أي كشي أغنيان ملايكته شقد ودبينيكاتي وإنا لنحن المصبحون إلهي ووفريا وحلي يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يفترون يقول واشيكتين ربنا واشيك ربنا وحلي يسبحون الليل والنهار لا يفترون كالقو أمله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم إلهي وحين غورم يا جنة ددتك اللقيانة إينا شقدو دينا كنطي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده أي أيغنا شقدو دابا إله إليه سبحانه وتعالى أيها الأحبة هدي قرآن كسيدة وبالبلادية انت النصوص كتجانا سوقا دنا يكبد انت انت شاغي وهي قربان السلوان قري كري وهي قران كانت قصو اررت التسبيح هي التحميد ترمله اد بي وبدنت الهي سبحانه وتعالى ينفريو غور والبا وقت كستو ادنه او شيغي كرون قران كان وحكو تعالى يدو ليله تسبيح صدا صبح هبين صغر دحي وابري حدق الدعوة قرك استبى إلهي وحلي تصبيح صدا إذن تصبيح دو حي كمتها وردق مركو هرم مطلقا بي كمت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات سيقاد اتربض النسونة النبي عليه الصلاة والسلام بوصارت قابك الله تصبيح سنة يا
أحاديث هذا أخرجه النبي عليه الصلاة والسلام جذر الصبح قصار أرطي أما حمد قصار أرطي أدبي وترب ذينينا تلمام ينو عيات كتصبيح ذا الله لي ما ده دي صلاة الدمان تيدنا صبح باب الله إلى هذا ولذلك بعلماء دوحنا صبحة وضحى أما وكا عمر لقاش يقين لو كنت مصبحا لا أتممت علماء دوحنا باب الله إلى هذا الصبح هذا انت بدن تصنى ذا الله إلى هذا لكن مفسرين بدن باب وحي قبان مع تكالين لإلى هذا غور ما وقت والبوا الله تسبح صح حالتك استاذ كجرتو مركا ديابتا سبحان الله لا اله الا الله مركا ديبي كو قبصتا سبحان الله وبحمده لا اله الا الله مركا نمعاد هشو اما يكو عصبوناتو ايا لا اله الا الله فرسكاغا مركا تفوليسا لا اله الا الله اما دابدادا غاديغاغا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين نمع عصب مركات الشسيد النبي موسى الله إذا هذا سبحانك مركات دعائي سنة سالة إذا هذا فسبح بحمد ربك واستغفره مركات دنبي قرن سالة إذا هذا قصدي سورة نون كتال أصحاب الجنة قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تصبحون إذن حل كسته هذا يدي بكو هيسته هذا ينمعكو هيسته هذا دي أبنتهي هذا وحكسته الظروفات ككمدة ولا تصبح صدا تصبح دا سمرهاتك قوصان السانة كوين الدم بدافشه نبو عليه الصلاة والسلام حليه من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل الزبد البحر قفك يلاهده ما لم بغلشر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ذنب قسال الله دافا وإن كانت مثل الزبد البحر حارك بده وقال هذا إلا موجد بده هذا إلا يكتهي والله دافع النبي قولي عليه الصلاة والسلام دم بيقا قال لغو دافع وحيشي دي يردبكو حيثتا لغا دافع لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فلولا أنه كان من المصبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وحي عديد الله ابتكاك اجرى لغا دافع ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فصبح بحمد ربك وكن من الساجدين بل علماء وحيلين انشراح الصدر قود البضي نبي موسى وحيل اهدان وثمرة التسبيح والتسبيح سبب لانشراح الصدر بين هذا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري مكو سودي كي نصبحك كثيرا تو والا ويطهي بين هذا سيدا وقيت ما دام انه بالعباده كترنه عاونايته هبنك نرجين اني ارجى ليله في لو رجين اني ليله القدر تهي هبن وردي يا ذكري يا الهي حسكي اي تهي قفك مسلم كي وبتصدو ادونك انو ما انت كله نهينا عبسي يا دب يا مشكله دي كتاغنتي افرتي ضد علبنا مسلم او يا مد سكراد يا مد المين يا مد انت يا مد لسيسي ده وكم موضه ولما انت اهل حق الشيخين يسيو بضن اهل السنه والجماعه ايو بضن انت ما انت عالم كل كديدي ان كوي هيستي با كديدي حكام توها ان كوي قاليد با كديدي ان اهل بدع قالوا صور راعي با كديدي اسكو ضد روح اسكو كديدي انو دوني دا تاغن يهي ادي وحيسكا دعين كاريسا ويسكا دعين انت كلي وحي كبكسون او لابتو دا الهي كشافر يا سبحانه وتعالى ان اتدا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الهي نقراك وحي نقول يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ذكرا كثيرا طبعا ميلود بقران كاكاسو ارورتي كثيرا نون الهي دبوضه يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ماها قرا
إلهي منتو يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله واذكروا الله أنت اللي يري أي كثيرا كثيرا دبط الله وسبحوه بكرة وأصيلا بإلهي إلهي حس حس ترب ضمله وسبحوه بكرة وأصيلا سبحانك اللهم بحمدك ولا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.